صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة أول أيام الأسبوع الموافق 26 نوفمبر 2022. في حقيقة الأمر عدى 365 يوم، عدى سنة بالضبط على افتتاح طريق الكباش، الحدث الأبرز اللي كان محط أنظار يمكن العالم ككل، كانت أنظاره كلها متجهة صوب محافظة الأقصر لهذا الافتتاح العظيم اللي كان بتنظمه مصر في إعادة إحياء هذا الطريق، الطريق الرابط ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر تحديدا. يمكن احنا عندنا متاحف وعندنا أثار كتيرة قوي في ملف اهتمت به الدولة المصرية، وجود المتاحف دي كمان بيمثل ركيزة أساسية في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر. ولو بنتكلم على المتاحف اللي موجودة في مصر، لأن مصر اشتغلت على الملف ده بقوة، وكمان قدرت اللي هي خلال فترة قليلة جدا تحقق إنجاز أو تحقق معادلة من المعادلات الصعبة خلال وقت صغير أو وقت قصير في هذا الملف أو هذا القطاع، وشفنا ولمسنا في أكتر من حدث عالمي نظمته مصر وأبهرت به العالم ككل. يمكن كانت البداية في مشروع المتحف المصري الكبير، وثم إنجاز يتوالى بعد إنجاز في سنوات قليلة جدا، وشفنا كمان متحف الحضارات أو موكب نقل المومياوات، الحدث الأبرز اللي كان برضو محط أنظار العالم كله وأثناء نقل يعني المومياوات لمنطقة الفسطاط تحديدا، وكان بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقبل الملوك المصرية القديمة من خلال الحدث العالمي الكبير لهذا الموكب، موكب نقل المومياوات الملكية. يمكن الحدث اللي أبهر العالم وأصبح حديث كمان للصحف العالمية تحت عنوان الرحلة الذهبية، لكن ما فيش وقت قليل عدى وكانت مصر أمام حدث أكبر، وهو طريق الكباش. بنتكلم على طريق بطول 2700 متر تحديدا يا بسنت، وبنتكلم على طريق يمكن تاريخه بيرجع لاكثر من 3000 سنه، وتوالت الاكتشافات فيه منذ الكشف الاول عام 1949. كان الحدث ده العالم كله اتفرج عليه، والعالم كله اشاد بدور مصر في نقل المومياوات وطريق الكباش كمان، وكلنا شفنا هذا الحدث اللي في الحقيقه كلنا كنا فخورين بيه كمصريين، وان احنا نتفرج على حاجه زي دي. ملف تطوير المتاحف أثرية اهتمت بيها الدولة في الحقيقة اهتمام كبير جدا، موضوع ما وقفش بس على تطوير المتاحف المصرية في القاهرة، لا في محافظات كتيرة قوي شافت تطوير للمتاحف اللي كانت فيها بنهتم أو مصر اهتمت بيهم وطورتهم وعززت من أهميتهم عشان يقدروا ان هم يساهموا في انتعاش السياحة في هذه المحافظات. عندنا أمثلة كتيرة جدا، خلينا نتكلم عن متاحف زي مثلا متحف آثار الغردقة، واللي موجود فيه كنوز من آثار مصر الفرعونية والرومانية والقبطية وكمان الإسلامية. كمان عندنا متحف في محافظة الغربية بالتحديد في طنطا، المتحف الأثري اللي بيضم 2000 قطعة أثرية في مختلف العصور. المتحف ده سبق واتقفل لمدة خلينا نقول حوالي 19 سنة، ورجعت مرة تانية الدولة المصرية رممته وطورته وافتتحته مرة تانية. عندنا كمان مشروع متحف كفر الشيخ اللي سبق ووقف في 2011، لكن رجعت الدولة مرة تانية وكملته في 2018. عندنا متحف الأثار بمحافظة مطروح، متحف كوم أوشيم، متحف سوهاج القومي وملوي وتل بسطة وشرم الشيخ، وغيرها من المتاحف اللي حققت وهتحقق لسه نهضة سياحية استثنائية كبيرة خلال الفترة الجاية. احنا بنتكلم ان مصر دولة في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى حباها بجو جميل بشواطئ، خلينا نتكلم على مساحة 3000 كيلومتر مربع ما بين البحرين الأحمر والأبيض، عندنا وجهات سياحية كتيرة جدا، لان احنا عندنا عصور كتيرة جدا فيها أثار قدرنا ان احنا نكون عندنا كمصر يعني اثار من هذه العصور. عندنا العصر الفرعوني، الروماني، اليوناني، الاسلامي، القبطي، عندنا مقاصد سياحيه كتيره جدا. لو هنتكلم على بالتحديد الشواطئ المصريه اللي في الحقيقه مش عايزه اقول انها بتنافس شواطئ العالم، لكن لان انا شايفه انا شخصيا وانا منحازه لدولتي وده من حقي، هي احلى من شواطئ كتيره جدا في العالم. عندنا سياحه الغوص،
أو سياحة الرياضة، بالذات رياضة الغوصل اللي الأجانب بيجوا من دول كتيرة جدا جدا عشان يشوفوا هنا الشعب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر بالتحديد. عندنا سياحة المؤتمرات، طبعا حاجة زي كوب 27 أو مؤتمر المناخ قدر إن هو يفتح لنا مجال جديد لسياحة المؤتمرات، من كتر ما احنا شفنا قد إيه التنظيم المصري وقد إيه احنا قدرنا ننجح في تنظيم هذا المؤتمر اللي العالم كله كان عندنا، قادة العالم كله كانوا موجودين على الأراضي المصرية. عندنا يمكن السياحة الثقافية، وزي ما تكلمنا عن المتاحف والمساجد والكنائس، يعني مش هنقدر ننسى سانت كاترين كمان، السياحة الدينية بالتحديد. فمصر في الحقيقة عندها وجهات سياحية كتيرة جدا جدا، العالم كله يقدر يجي صيف وشتاء عشان يكون موجود على الأراضي المصرية. والسياحة زي ما احنا عارفين هي يعني بتعيد دخل، يعني دخل كده بالدولارات خلينا نقول، من أهم مصادر الدخل القومي هي السياحة المصرية. في الحقيقة الدولة اهتمت اهتمام كبير جدا جدا يا عبد الصمد الفترة اللي فاتت بتطوير المتاحف المصرية ومقاصد سياحية كمان كتير مش بس المتاحف. بص انا عجبني قوي في كلامك يا بسنتي، انت قلتي نقطة مهمة جدا ان كان في تخطيط لتنظيم مؤتمرات، وفي الحقيقة هو التخطيط ما كانش لتنظيم مؤتمرات فقط، كان التخطيط موجود في الملف برمته. زي ما ذكرتي انت عددتي عدد من المتاحف، وده على سبيل المثال وليس الحصر، اتكلمتي على متحف كفر الشيخ، اتكلمتي على متحف الغردقة، في متحف في شرم الشيخ، اصبح عندنا هوية في كل محافظة في متحف خاص بها بيحكي تاريخ المحافظة وبيحكي أجدادنا الفراعنة لما كانوا هنا كانوا بيعملوا إيه في المكان ده. لكن في حقيقة الأمر كل ده كان هو التخطيط، التخطيط اللي كانت مصر بتخطط له، التخطيط علشان خاطر تنعش قطاع السياحة مرة أخرى، وبالتالي يبقى عندنا الحلم النهاردة اللي بنتكلم عليه هو حلم 30 مليار جنيه لإنعاش قطاع السياحة وإنعاش الناتج القومي تحديدا المصري في يعني الفترة دي، واستغلال الأزمات. يعني احنا عارفين ان اوروبا كلها دلوقتي بتعاني من أزمة واللي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، فنقدر النهاردة يبقى عندنا سياحة بسعر قليل، قليل ده هنا مقارنة بالسعر اللي كان بيدفعه السائح الأوروبي في أي دولة أخرى. فأصبح أنت شغالة على خطة، الخطة دي هي خطة طموحة قصيرة المدى وطويلة المدى. كانت طويلة المدى فكرة تنظيم المؤتمرات الخاصة بسياحة المؤتمرات، كانت البنية التحتية ليها، كانت طويلة المدى في فكرة إعادة تهيئة وتأهيل المتاحف مرة تانية. وشفنا متحف الحضارات، معرفش أنت روحتي متحف الحضارات ولا لأ، حاجة يعني أكتر من رائعة. فكرة العرض المتحفي اللي موجود والحكاية اللي بتسلم حكاية وعصر بيسلم عصر، فكل ده ما كانش هيحصل غير لو كان عندك بنية وكان عندك قبل ده كله إرادة سياسية عندها القدرة على التغيير. هنعمل ده وهو ده اللي بنعمله النهاردة. أصبح عندنا خطة أكبر، فكرة اللي احنا عاوزين نوصل بقى، احنا عظمنا من المتاحف بتاعتنا، عاوزين نوصل ل30 مليار جنيه. هنوصل لده ازاي؟ أصبح عندنا في برامج سياحية بتوضع من الحكومة، ازاي اللي احنا تعالوا نحل مشاكل يعني أصحاب الفنادق، المشاكل الأخرى المرتبطة بهذا القطاع، عشان خاطر خلاص يبقى ده قطاع وقفلنا بابه وقدرنا ان احنا نرفع. هو التسويق كمان الحقيقي يا عبد الصمد هو ده اللي هيوصل للاجانب. يعني صحيح. احنا النهارده عاملين كل ده حاجه زي طريق الكباش، الايفنت الكبير او الحدث الكبير اللي مصر عملته العالم كله 400 قناه اعلاميه اتكلم عنه. فهو الماركتنج او التسويق الحقيقي صحيح. هو ده اللي لسه احنا محتاجين نعمله اكتر، ويمكن ده كمان دور الافراد، دور صحيح. المواطنين النهارده احنا اي حد معاه، احنا نجحنا فيه جدا في طريق الكباش وموكب المومياوات. مصر سوقت يعني ل 20 30 سنه قدام. ما ده اللي احنا بنقوله، انه الحدث الكبير ده العالم كله فعلا شايفه، لكن النهارده كمان احنا كمواطنين دورنا ان احنا نكون يعني مثال كويس جدا لما الاجانب يجوا لنا، نتعامل بطريقه كويسه. وكمان النهارده كل حد معاه موبايل، فلما نروح نزور الحاجات دي اكيد احنا في ناس حتى دلوقتي بتصور صور جميله جدا للمتاحف او للمزارات اللي بيروحوها. شرم الشيخ كانت حديث العالم كله بالصور بتاعه الكوب. يعني المستقبل بيصنع او بنتجه ليه بخطوه، واحنا خدنا خطوات علشان نروح للمستقبل ونامن مستقبل الاجيال اللي جايه. فده يخلينا يبقى عندنا نوع من انواع التفاؤل، نوع من انواع الفخر اللي احنا مصريين بنعيش على الارض المصريه دي اللي بناها اجدادنا الفراعنه منذ الاف السنوات. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.